مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك. يعني مثل ما تابعنا بالامس زيارة رئيس الحكومة للجامعات ورئيس مجلس النواب إلى الحقل حقل رام 9 حقل قانا في جنوب لبنان، ويعني افتتاح إذا فينا نقول التنقيب على النفط والغاز بالحقل رام 9. طبعا كل هيدي الخطوات يلي عم تكون وعلى أساس إنه ابتداء من 24 الشهر حيكون في بداية للتنقيب عن الغاز بالحقل رقم 9. اليوم نحن بالسوق نشوف الناس هل حيوصل شيء من النفط والغاز طبيعي، ولا مثل كل الاشياء بتروح لجيبة المسؤولين والشعب ما بيطالوا شيء. فإذا نعمل هذه الجولة نسأل الناس ايش صار؟ هاي 15 حتى نسأل العام. مرحبا عم، كيفك؟ هيك ما في مشكلة. طيب خلينا ناخذ نسأل الشباب. شباب يلا هيك سؤال على السريع، بدون تصوير. طب ليه بدون تصوير؟ بحبش اطلع. طب هذا سؤال لك، شم ريحة غاز؟ لا شم ريحة غاز. امبارح بلشوا تعرف طلعوا على الجنوب وفي حقل غاز. اقول لك حيوصلنا شيء من هذا الغاز؟ قول ان شاء الله. برايك انت ممكن يوصلنا شيء من ممكن ليش لا؟ بتأمل خير بالدولة انه تعطينا غاز ونفط؟ ممكن. ها؟ ممكن يسرقونا؟ هلا هاي السرقة ما فيش يعني. شو رأيك؟ يعني ممكن يسرقونا؟ ممكن يسرقونا، خليك بدون 40 بس. هلا ممكن ياخذونا. هسا بتسألهم الشباب. سرقونا من قبل ما يطلعوا. هات لنا شو؟ ساعة التوفيق. هات لنا شو سألت؟ ممكن يعطونا؟ احتمال. سرقوهم من قبل ما يطلعوا؟ عم بيقولوا اخذوهم من قبل ما يطلعوا. اخذوهم من قبل ما يطلعوا. تعال نسالك انت. امبارح شفنا طلعوا صوروا حد. بقول لك الشعب اللبناني حيشم الريحه؟ بشمها لما يفتح عنيه الغاز بالبيت بشمها. بس غير هيك حيوصلنا شيء؟ اقول لك من والله نحن بنقول ان شاء الله، بنضلنا متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله. بس ممكن يوصلنا شيء يعني. ان شاء الله، بنقول ان شاء الله. يلا حنكمل نشوف شو راي الشعب. الله حنكمل جولة نسأل الشباب كمان هون. قول الشباب، شباب كيفكم؟ شمين ريحة غاز؟ هلا لا والله شمين ريحة غاز؟ يلا ما في غاز. على الأرجح كلنا حنتمرجح. سؤال على السريع، امبارح شفناهم طلعوا تصوروا الحكومة ورئيس مجلس النواب وحد حنشم الريحة. أقول لك نحن كشعب هيدي دعاية خيي، بس دعايات هولي دعاية، بس طلعوا بالطيارة قصدورة ورجعوا على رجعوا على المركب. ما حنشم ريحة الغاز. لا ولا حنشم ريحة شيء، حنشم ريحة زبالة. ما حيوصلنا شيء من عدد ولا شيء. أعوذ بالله، نحن لبنان فيه بتطور ليه؟ دلنا زي ما نحن. هو زمان وأخذوه هلا طلعوا هلا من لبنان عليه. الغاز صار بتلعب. خذوا امل من وزرائنا ومن نوابنا، في غاز ان شاء الله. في غاز؟ في غاز، في 100% غاز. يا بدنا نشم الريحه يعني. بدنا نشم باذن الله الريحه. نشم ريحه الغاز. هات حنكمل. انت شو رايك؟ حتشم الغاز ولا حتشم؟ شو حتشم؟ شو بدك تشم؟ بدك تغني واللي راح. فاذا مشاهدينا مثل ما كنا عم نشوف اراء الناس حول موضوع النفط والغاز، هات لي اسالك سؤال. شم ريحه غاز؟ ولو ما طلعوا الزعماء اللي عنا لحتى باصبعهم نبشوا الاربحر، شو بنفكر انت؟ يا عمي نحن عنا ظلم بلبنان، ان شاء الله فكرك حيالله. موكب طويل عريض طلعوا ليجيبوا الغاز والفيول، ما هم بنبيع من زمان، حرام بضحكوا على الشعب، الشعب اللبناني معطر، صدقهم انه رايحين. يا عمي خلصونا، ما خلصت الحزوره زمان ايام فوزير ما بتتذكر قديمه ها؟ بعدهم يا حرام مجلس النواب ومجلس الحكومه بعدهم عايشين فيها، ايام شو قلب ليله وليله. تمثل يد مستو على هالشعب هيدا، وحرام الشعب شو بيصدق وبيمشي معهم بالاخر. بس بتعرف الشعب اللبناني شو جلسته؟
معه مصاري كتير وبكب مصاري كتير قد ما بدك مش عايزهم. بدنا نشم لكن 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 هيها طلع فيها هاي القنينة بلشنا نعبي لكن طول حساب لبنان حيوصل له سين بهذا الموضوع معلوم بدي يوصل له كيف لكن الشحيدي وابعد من الشحيد بعد في كم شاب بدي يصفرون لبرا كم واحد هيك حرام يعني البي لما بيبكي بالليل على ابنه مسافر او بيبكي على بنته بدها تسافر شو وظيفتهم مين بدك مئات مليارات الدولارات بالبنوك معه بري نفس الشيء نص امريكا بعد شوي حتصير لإله مين بدك بعد اكثر من هيك حبيبي ما تدلني على واحد فقير ومعطر قول لي هيدا فقير ومعطر مين في معه مش مصاري قول لي لشوف مش الا هالشعب هيدا اللي رايح عليه ومجلس نواب عندنا ما شاء الله مجلس موقر كتير ومحترم بوقت بيمضي يلا اوكي موافقه إيه قبل ما تقعد تفتشوا على الغاد روحوا فتشوا على الزبالة اللي ملاقي شوارع ولادنا عم تنضر منها يا عيب الشوم عليكم وعلى هيك حكومة وعلى هيك دولة. شكرا لك هات لنسأك لك ليه هيك سؤال سريع حيطلعنا شي مورا الغاز حيطلعنا شي ما حيطلعنا شي خلص أنا حنكمل جولتنا بصيدا السوق التجاري بصيدا خلينا نشوف بعض كمان الشباب قلت لنسأل العام مرحبا عام كيفك هيك سؤال على السريع حيطلعنا شيء مورا الغاز اللي بالبحر او لك كشعب لبناني الله الله يعلم نقول ان شاء الله حنشم دمت. ولا مش حنشم نعم ولا بس نشم الريحه ونشم ولا نشم مش لنا لا غيرنا ولا شم قول له انت شو رايك انت حتى شم مش حنشم غاز ولا حنشم لا غاز ولا شيء ولا شيء يعطيك العافيه طب ليه ليه مش حنشم اقولك شو هو حياخدوهم لا ياخدوهم ما خدوهم لا ياخدوهم شو بدهم شو بعد في لا حتى ما ياخدوهم شكرا حنكمل الجولة نشوف بعض كمان ناخذ شوية آراء الناس مختار كيفك؟ كيفك يا شو أخبارك؟ الله رضا أقولك حنشم ريحة غاز ولا لا؟ غاز غشو غاز بالبحر إن شاء الله إذا شفناه حيطلعنا شي منه؟ إذا شفناه الغاز شم ولا شم ولا حتى ولا عشم مبين ولا حشم شيء يلا يلا يعطيك العافية حنكمل الجولة مشاهدينا طبعا يعني عم نشوف انه معظم الشعب معظم الاراء عم تكون انه هذا الموضوع ما رح يأثر سلبا ولا ايجابا وموضوع موضوع الغاز والنفط ما حي طيب يلا خلينا نرجع لورا حس يلا هات سؤال على السريع لك حنكمل جولتنا شو بتسألني ما شو بتسألك دغري عم نسأل لا بسألني حد عارف حد شو بدي لا بدكش حد دغري على الهوا نحن تفضل شم ريحة غاز حنشم ريحة غاز ريحة زبالة بالبلد هيدا اللي شامه امبارح طلعوا على ان شاء الله عند السدات حيخلوني يطلعوا غاز وبترول الامريكان واسرائيل مش حيخلوهم بكره بيبحروا بيشتغلوا ما في بعدين اذا طلعوا لمين الفلوس؟ لمين الفلوس؟ عم بسالك لمين الاحزاب ولا لمين؟ مش حيطلع لنا شيء نحن؟ ولا حيطلع لنا شيء مش حنشم ولا حتى شم ولا حنشوف شيء كله حكي فاضي كله حكي فاضي يعطيك العافيه يعطيك العافيه تعال بحكي مع معلم استاذ عبد الرزاق من العلم بدي احكي معه كمان بالضبط هو بيحكي عن كيف دمرت نفسية الناس كلها قبل ما يقول له غاز بحبوا بعض فإذا حنكمل الناس كلها إذا طلعوا على الفضائيين حنكمل الجولة لنشوف
اطلع نسألك سؤال، كيفك؟ مين؟ عند وليد؟ خلص مشغول الحاج وليد، مشغول الحاج. فإذا يعني مشاهدينا حنختمها ب هيك، ناخذ مقابلة سريعة. يا تعال نسألك هالسؤال، حاج وليد كيفك؟ انت عم في الشغل بلاش نعطلك. حنشم ريحة غاز؟ حنشم الريحة؟ لا لا راح بيفهم الغاز. لا لا شمينا ريحة غاز. حولك البارح اللي طلعوا على انا وقالوا لك على الغاز، حولك الشعب اللبناني حيطلع له شيء؟ الشعب اللبناني مشروع مش حيطلع له شيء. لا بيسرقوه دغري بيسرقوه، بيطلعوا ريحة الغاز، ريحة الغاز الدراط يعني. لا يلا خالد تكلمنا. يعني فاز المشاهدين الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، يعني مثل ما عم تكون معظم الاراء انه الشعب اللبناني ما راح يستفيد شيء من موضوع الغاز. يعني مشاهدينا مثل ما سمعنا بهيدي الجولة لآراء الناس حول إذا هل حيكون أو هل حيستفيد الشعب اللبناني من موضوع الغاز، هل حيطلع له أي شيء، فكان معظمها حتى ما حنشم الغاز، مش ما حنستفيد حتى شم ما حنشم الغاز. فإذا مشاهدينا كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زيت يوسف وهو صوت بيروت انترناشونال.